السابع من شتنبر 2020، اليوم الأول لانطلاق الموسم الدراسي ببلدنا المغرب. عيون تشع ضياء فرحة بالعودة إلى المدرسة، أقنعة طبية، معقمات، مسافات الأمان، علامات استفهام حضوري أم عن بعد، وابتسامات تعانقت فيها البهجة والخوف، تدبدبت فيها الخطى بين الإقدام والإدبار، مشاعر لم نألفها في السنوات الماضية. في 14 مارس 2020، أي قبل 6 أشهر من تاريخ انطلاق الدراسة، أعلنت وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع وزارة الصحة عن تعليق الدراسة الحضورية والدخول في فترة الحجر الصحي كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس اجتاح العالم وقلب الموازين رأسا على عقب. إنه فيروس كورونا كوفيد-19 كان كالصاعقة التي لم يسبق معها إنذار. فبعدما كنا نحضر الدروس بالصفة المعتادة، ألفينا أنفسنا نبحث عن طرق للتواصل عن بعد. 16 مارس، عقدت مجموعة مدارس أروى اجتماعا طارئا لإيجاد أسرع وأنجح سبل التواصل مع التلاميذ. فبدأ عداد التحدي في سباق مع الزمن، مع الوباء، مع البرنامج الدراسي، ومع التكنولوجيا الحديثة، فيسبوك، واتساب، زوم، وكل منصات التواصل وسائل اعتمدها الأستاذ لإنجاح عملية التواصل عن بعد. فكان الجانب المشرق في عملية التعليم عن بعد هو ذلك التحول الرقمي الذي أحدث طفرة تكنولوجية في العملية التعليمية التعلمية، حيث كان دعوة للعديد من الأطر التربوية لتطوير مهاراتهم المعلوماتية ومواكبة التطور الزمني والتكنولوجي. جائحة كورونا أو كوفيد-19 أكبر كارثة عرفها العالم عام 2020، لكنها لم تخلو من إيجابيات ومن دروس في فهم الحياة. أيام الحجر الصحي كانت فرصة تنفست فيها الكرة الأرضية الصعداء، عرفت الأسرة معنى الدفء العائلي، أظهر المجتمع روح التكافل والتضامن بين مختلف مكوناته بل ومع العالم الخارجي أيضا، ساهمت في ظهور وصقل مواهب عدة، علمتنا كيف نكون مسؤولين تجاه المهام التي أوكلت إلينا كل من موقعه وحسب اختصاصه. القرار الصائب، الأجرأة المبكرة لقرار الحجر الصحي، حد من انتشار الفيروس ببلدنا، وأصبح المغرب تجربة يضرب بها المثل بين الدول. التطبيق الفعلي للبروتوكول الصحي كما نصت عليه المنظمة العالمية للصحة، المبادرة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إحداث صندوق كوفيد لدعم الفئات المتضررة، والذي لقي استجابة كبيرة لدى المواطنين داخل الوطن وخارجه. المغرب من البلدان السباقة للاستفادة من التلقيح ضد الفيروس، مجانية التلقيح التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في بلاغ رسمي زرعت الطمأنينة في نفوس المغاربة. كلها إجراءات وتدابير ساهمت في فتح المدارس في وجه التلاميذ، وعودتنا للتعليم الحضوري بمجموعة مدارس أروى كباقي المدارس داخل التراب الوطني كانت فرحة عارمة مهما عبرنا عنها لن ننجح في وصفها، فشكرا. شكرا لكل من ساهم في عودتنا إلى التعليم الحضوري من قريب أو بعيد. شكرا لراعي بلدنا الحبيب ملكنا محمد السادس نصره الله. شكرا لكل الآباء وأولياء الأمور. شكرا لممثلي قطاع الصحة على صبرهم الطويل وتفانيهم. شكرا لرجال السلطة على سهرهم وحكامتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين. شكرا لرجال ونساء التعليم على تضحيتهم وإصرارهم لتوصيل المعلومة رغم قساوة الظروف، وشكرا لكم يا مغاربة، فقد كنتم يدا واحدة وأسرة واحدة راعيها هو ملكنا العزيز، ومعه استطعنا التغلب على جائحة زعزعت العالم بأسره. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم مغاربة أحرار، همكم وهدفكم واحد.